اتحرق. ده بيت قديم بس جددوه، كل الشبابيك دي كانت محروقة جددوها دلوقتي، مفيش اثار حريق زي ما انتم شايفين. صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. نبدأ حلقتنا على بركة الله، خلين المترو نبدأ يومنا وفسحتنا. يا رب اللي احنا بنعمله يعجب حضراتكم، خليك معايا. كنت باجي افطر هنا على الترابيزه اللي ورايا دي على طول. النهارده انت في الشارع ممنوع تخش جوه، تاخد طلبك وتيجي تقعد هنا تاكل زي ما انتم شايفين. وهفسحكم النهارده ان شاء الله باذن الله في الطبيعه الجميله بتاعت اوكرانيا والله باذن الله، بس برضو هنتفسح ونتفسح ونتمشى. طبعا العصافير والحمام اهو عادي، حمام واقف هناك كله مستني رزقه، خليك معايا. وانا قاعد دلوقتي لقيت واحده عربيه بنت، والله المشكله ان احنا لما بنيجي هنا بنروح اوروبا بنطبع بطباع الناس، سبحان الله ما بنفرضش طباعنا عليهم، لا هم اللي بيفرضوا طباعهم علينا. تلاقي بعض الناس تلبس قصير بنات هنا، مش كلهم طبعا، تلاقي الشباب يشربوا عادي، وده دي مشكله كبيره قوي. اهل بنتين، بصوا بنت عربيه
شايفين؟ فالواحد يقول ايه يعني؟ قول الحمد لله ان انت راجل واهلك لو حتى بنات رجاله. وصلت حياه حريه، ولكن انا بيصعب عليا اني البني ادم بيخرج بره وطنه فبيغير جلده بجد يعني. اخوها معاها عادي زي ما انتوا شايفين يعني. الواحد بيتعجب بجد يعني في هذه البلد من بعض العرب اللي الواحد بيبقى حزين فعلا ان هم بيغيروا جلدهم. ولكن مش كل العرب ده، في ناس كويسين جدا وناس متدينين جدا وناس محافظه جدا هنا من جميع الدول العربيه. ولكن في بعض بيخرج، وانا اعرف بنات عربيات بتشرب، ها والله العظيم. فيلا الحمد لله ربنا يهدي. فنصيحه بقى النهارده للناس اللي هي ناويه تخلي بناتهم يدرسوا هنا، نصيحه اخويه لله، لو انت حاسس ان بنتك او اختك او اي حد من طرفك يخصك ويهمك خفيف، وده وارد ان البنت تكون مروشه مخ خفيفه في البيت، انت ادرى باللي عندك. فنصيحه ما تخليهاش تيجي تدرس في اوروبا عموما. ليه؟ لان البنت الخفيفه هي اللي احنا شفناها دلوقتي، سهل ان هي تنساق ورا لبس ورا شرب ورا تحرر زياده عن اللزوم، يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا واهمها ديننا. دي مهمه جدا. طبعا دول بنات عرب اهم، دول من الناس المحترمين اللي موجودين هنا في اوكرانيا، يعني مش الكل متحرر. خليني اوريكم المنظر ده. في زي ما قلت لحضراتكم ناس كده، وفي ناس محترمه زي الاخت اللي ماشيه دي. فالمحترمين كتير هنا موجودين في اوكرانيا، خصوصا مدينه خاركوف، يعني مش كل البنات متحرره، بالعكس في بنات ملتزمه جدا جدا جدا. اهو عينه والبنتين اللي انا صورتهم من فتره برضه. بص ورايا اهو، اخ هو الملتحي وزوجته منقبه هنا في اوكرانيا. اوكي زعل طبعا، انا ما صورتش حاجه بسيطه جدا. احنا هو مش فاهم اللي انا بعمل كده عشان اوري لحضراتكم ان في ناس هنا ملتزمه. فهمتوا؟ خلينا نمشي في البرك. طبعا الناس بيعملوا اهم الورود بتاعه كل سنه، هم بيهتموا جدا بالحكايه دي. طبعا مجانا، جيب طفلك تلعبه هنا عادي مفيش اي مشكله. اميز حاجه في اوكرانيا الطبيعه والخضره، هي اراضيهم كده خصبه، الزراعه فيها سهله جدا ومش مكلفه، يعني الامطار بتنزل. طبعا انت بتسقي في فصول بيجي فيها صيف بيجي فيها الميه ما بتبقاش فيه امطار خالص، دي الشهور اللي جايه وهكذا. وصلت؟ خلينا نمشي في البارك شوف الدنيا فيها ايه. خليني اقلع الجاكيت عشان الجو حر.
معنى الجاكيت عشان نبقى خفاف ولطاف وصراف. يلا بينا يلا بينا. خلودك اهو حلوة خلودك دي. صراحة هدوء جميل جدا. ده الطبيعي مش في الكارانتين، لا ده فعلا في الطبيعي. ابشروا بهذه البشرة الجميلة السعيدة، يا رب يسعد قلوبكم ان شاء الله بإذن الله. وخلينا نشوف هذا الورد وهذه الحديقة الجميلة. ما تقولش ان انا البنت العربية دي، ان كل البنات العرب هنا كده. اوعى حط في دماغك كده، لا انا وريتك الحمد لله بنتين اهم محترمين جدا، هزروا معايا عرب، كلموني عربي ماشي. فما تحطش في دماغك ان كل البنات متحررة، بالعكس في بنات محترمة جدا وملتزمة جدا هنا في مدينتي، مدينة خاركوف. انا شفت نماذج كويسة جدا، الله على المنظر وروعة. منظر جميل جدا ورايا صراحة، خرافي زي ما انتم شايفين. طبعا انا على الجسم دون وده هيكون نهاية فلوجنا. يا رب نكون استفدنا حاجة كويسة في هذا الفيديو. بحبكم، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم، صباحكم ورد وعسل. باي باي.
بقى.